محاكمة عمال شركة الترسانة البحرية بإسكندرية مثال واضح على ظلم المحاكمات العسكرية. 26 عامل بيواجهوا محاكمة عسكرية بس عشان طلبوا بحقوقهم، بس عشان استخدموا وسيلة الاحتجاج السلمي اللي هي حق مشروع للمطالبة والضغط لاسترداد حقوقهم. 14 عامل منهم فعلا محبوسين على ذمة القضية، ومتوقع صدور الحكم خلال 48 ساعة اللي هو يوم الثلاث. 26 عامل بيواجهوا تهديد بالحبس عشان يتكسروا وعشان يرهبوا من ان هم ما يستمروش في محاولاتهم لنيل حقوقهم. حقوقهم دي اللي هي مستحقات مالية لهم عند الشركة، اللي هي استرداد أموال إدارة الشركة استولت عليها ونهبتها من صندوق الزمالة على مدار سنوات، واللي هي تطبيق الحد الأدنى للأجور. الحقيقة إنه لو سكتنا على ده ولو صدر حكم فعلا ونفذوه، ده مش هيبقى ظلم ليهم بس، ده هيبقى ظلم لقطاعات كبيرة من العمال، لأنها رسالة واضحة ليهم بكسرهم وإرهابهم إن هم ما يجرؤوش يفكروا ويطالبوا بحقوقهم، وإلا المحاكم العسكرية هتبقى في صف إداراتهم الظلمة وإداراتهم الفاسدة، وهتساعد في إنها تحبسهم وتسكت صوت أي عامل أو مواطن بيطالب بحقوقه. للمحكمات العسكرية العمال، للمحكمات العسكرية المدنيين، المحكمات العسكرية ظلم بين، أرجوكم ادعموا ضحاياها. للمحكمات العسكرية المدنيين.